أطلق صباح اليوم عمدة الدائرة السابعة الحملة توعوية لسكان الدائرة حول ضرورة دفع ضرائب الدولة المتعلقة بالسكن من أجل خلق مشاريع تنموية لصالح سكان الدائرة. تقرير محمد الدين عبد الشافي الدود. إن استقلال المالي للسلطات المحلية من أجل ضمان تنمية دوائر الانتخابات ورفاهية السكان جاء تطبيقا لسياسة التمدن التي وصى بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بإيرادات الضرائب التي يجب على جميع المواطنين دفعها دون تميز، وخاصة ضريبة السكن التي هي أساس هذه البيانات، وهي تحمل تكاليفها في إصلاح الطرق والأماكن العامة وتنظيف المجاري المائية. ند أروها المدنية والوطنية من سكان بلدية الدائرة السابعة أن يقوموا بواجبهم الذي يتمثل في دفع الضرائب وخاصة ضريبة السكن التي يتم بها تنفيذ مشاريع التنمية ورفاهية السكان. تبقى الإشارة إلى أن عمدة بلدية الدائرة السابعة طلب من أعضاء جمعية التنمية ومندوبي الحارات والمربعات على مواصلة برنامجهم التوعوي للسكان من أجل معرفة حقوقهم وواجباتهم المدنية. نأسف لرداءة الصور في هذا التقرير. قدم عصر اليوم رئيس أبناء تجمع تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية المهندس فيصل حسين حسن بيانا صحفيا حول انطلاقة الحملة التوعوية للعام الدراسي 2017-2018. إن تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية إيمانا منه بالدور التكاملي الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم سياسة الدولة في مجال التعليم التي ترمي إلى تكوين جيل قادر على النهوض بتنمية البلاد. في هذا العام يطلق التجمع فعاليات حملته المرافقة للعام الدراسي 2017-2018 تحت شعار لنسهر معا من أجل نجاح التعليم وتكوين الطالب لضمان مستقبل مشرق. ستتضمن الحملة الفعاليات التالية: مهرجانات ثقافية ورياضية، برامج لاستكشاف مواهب الطلاب، ندوات وبرامج حوارية ترسخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي، برامج توعوية لترسيخ حب الوطن والمحافظة على المكتسبات الوطنية، برنامج غذاء الطالب عبر بنك الطعام التشادي، مهرجان طيور الجنة.